صراحة بنوجه لهم الشكر على المجهود اللي بذلوه في وسط الحرب اللي كانت مقام على النادي. بصراحة الناس دي تحملت فوق طاقتهم بكتير جدا جدا، وتحدوا الجميع وتحدوا كل الصعوبات وأنجزوا إنجاز فعلا يحسب لهم في التاريخ. بشكر إدارة النادي جدا على المجهود الجبار اللي هم بيقوموا بيه، وبشكر بخص بالشكر كابتن محمود الخطيب، وبشكر كل لعيبة الأهلي وكل أعضاء مجلس الإدارة وكل اللي قائمين على إدارة النادي الأهلي. مجلس إدارة تحمل فوق طاقة البشر، يعني أمور ما يصحش تبقى في الرياضة، لكن الحمد لله ربنا نصرنا. الحمد لله الكابتن محمود الخطيب، أنا مش قادر أقول هذا الرجل يعني قمة الأخلاق والأدب، وربنا إداله على قد ما بيحب النادي الأهلي وعلى قد ما صبر وعلى كل اللي حصل. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله دايما في بطولات. هقول لهم ألف 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 مبروك، كل سنة وهو طيبين ودايما مرموقين ونجوهم عالي كده على طول، وربنا يخلي النادي الأهلي. كلنا فرحانين طبعا، ألف مبروك للاعيبة الأهلي وجمهور الأهلي وإدارة الأهلي، ورفعت الحالة النفسية للناس كان مستنيها بقالها فترة كبيرة. والله احنا انا بشكرهم يعني، ويعني بقول لهم مبروك، وبشكرهم اللي هم الدعم لدول اللعيبة، ويعني الدعم ده خلاهم يفوزوا وادهم قوة وعزيمة اكتر، ويعني الحمد لله على كل شيء ومبروك التسعة. والله احنا بنشكر مجلس الإدارة على كل الدعم اللي بيقدمه للفرقة، لعيبة على اعلى مستوى وجهاز فني على اعلى مستوى، وفي حاجة يعني كده مش موجودة في الأندية كتير، في أندية في افريقيا برضك جاهزين استشفر اللعيبة، مش موجودة في أي مكان أصلا. هنا في النادي بصراحة ما بنحسش بفرق من أي حد، من أعضاء النادي الموظفين للعيبة الكل، بصراحة أسرة النادي الأهلي كلها واحد يعني. المجلس بصراحة مش سايب أي حاجة، هم عايزين نوفر لهم كل حاجة. مبروك لمجلس إدارة النادي على الفوز بالبطولة أفريقيا، ونتمنى منهم المزيد يعني في الأيام في الفترة الجاية إن شاء الله. طبعا ألف ألف مليون مبروك للأهلي والجماهير ولرئيسه المحترم ومجلس الإدارة المحترمين، اللي أولا ما بيسيبوش حق النادي الأهلي وما بيفرطوش في طموح الجمهور، ودايما لما بيقعدوا بيوفوا بوعدهم.